بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. اليوم تنطلق التحضيرات وتعزيز جديد للإطار الفني، العمل المتواصل من أجل تعزيز الفريق في هذا الميركاتو. كاردوزو يريد مهاجم برتغالي والإدارة تصرف النظر عن حمزة جلاس. يوسف البلالي وجه رسالة واضحة، أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر ما تنساوش كالعادة دعم القناة. تعود التدريبات مساء اليوم في حديقة حسان برخوجة بقيادة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو، وتم تعزيز الإطار الفني للترجي بمحلل أداء ثاني البرتغالي جواو أروخو، وسبق له العمل من قبل مع نادي براغا وبورتو. هذا واجتمع الإطار الفني مع اللاعبين صباح اليوم، على رأسهم المنتدبون الجدد بشير بن سعيد، أيمن بن محمد، ويوسف العبدلي. إذن اليوم تنطلق التدريبات. اليوم الصباح صار اجتماع تجمعوا فيه اللاعبين في النزل نتاع الحديقة قبل انطلاق التدريبات مساء اليوم. التدريبات مبرمج إقامتها الساعة 6 مساء بتوقيت تونس وبحضور جماهير الترجي الرياضي التونسي. بعض الأسماء باش تكون غايبة على انطلاق التدريبات، من بينهم البرازيليين يانساس ورودريغو رودريغاز اللي مازالوا ما جاوش من البرازيل، وعودتهم تتطلب بعض الأيام. نعرفوا البرازيل بعيدة ولازمها بعض الوقت من أجل عودة اللاعبين الاثنين الزوز باش يكونوا على ذمة الإطار الفني. يانساس كما تعرفوا ما عندوش مشكلة في العودة للترجي الرياضي التونسي، ورودريغو رودريغاز اللي كنا تحدثنا عليه في فيديوهات سابقة وقلنا وعبر هو على رغبته بمغادرة الفريق في هذا الميركاتو. ماذا ستؤول إليه المفاوضات مع اللاعب؟ عنده جلسة حال وصوله إلى تونس مع رئيس النادي السيد حمدي المدب، من ثم تو نعرفوا القرارات اللي باش يتخذها اللاعب ومش تتخذها إدارة الفريق في هذا الملف. بالعودة للحديث على آخر تطورات الميركاتو، أكدت مصادر صحفية أن إدارة الترجي صرفت النظر على المدافع الدولي حمزة أجلاسي. كانت فم مفاوضات منذ انطلاق الميركاتو، ولكن الطلبات المالية لجلاسي حالت دونه ودون استكمال المفاوضات مع الترجي، وبالتالي اللاعب لن يكون في الترجي والحمد لله. اللاعب هذا تحدثنا عليه زيادة وحكينا على أنه إدارة الترجي تفاوض فيه طلب برشا فلوس، كيما مفاوضاته مع النادي الإفريقي اللي طلب فيها تقريبا 70,000 دينار كراتب شهري. نفس الشيء مع الترجي الرياضي التونسي، طلب برشا امتيازات مالية ومبلغ كبير مقارنة بالسن متاع اللاعب هذا. صحيح وقدم موسم محترم مع نجم الساحلي وكذلك مع المنتخب الوطني التونسي، ولكن لاعب كما قلنا 32 ولا 33 سنة، مش متاع المبلغ هذا بصراحة. مع احتراماتنا ليه، إن شاء الله ربي يوجهه خير. أكيد الترجي الرياضي التونسي باش تلقى المعوض ومش تلقى مخير من حمزة أجلاسي بحول الله. في المقابل تتواصل تحركات إدارة الترجي لتعزيز صفوف الفريق في مستهل انطلاق الاستعداد للموسم الكروي الجديد اللي باش يكون فيه 5 واجهات بالتمام والكمال بين المحلي وبين المسابقات الإفريقية وكأس العالم للأندية. ويوجد اهتمام بخدمات المهاجم البرتغالي جواو بيدرو كاماتشو، صاحب التجارب العديدة خصوصا في الدوري البرتغالي. وأكد موقع الصريح أونلاين أن المهاجم البرتغالي دخل تحت طائلة اهتمام الترجي بترشيح من المدرب ميغيل كاردوزو الذي يعرف خصال هذا اللاعب جيدا. ويبدو التفكير في معوض البرازيلي رودريغاز موجود من قبل الإطار الفني والإدارة، باش يحطوا كل السيناريوهات الممكنة. ينجم رودريغو رودريغاز يرجع للترجي الرياضي التونسي، ولكن يتشبث بالرأي نتاعه وبرغبته في المغادرة. أكيد الإدارة مش بشد فيه بسيف، ولكن لازم يجيب عرض باش عرض توافق عليه إدارة الفريق، وإذا حب يخرج ربي معاه. هذاك علاش الإدارة قاعدة تفكر في المعوض وفي بديل رودريغو رودريغاز، باش ما نلقاوش مشكلة في النقطة هذه بالذات. إذا خرج رودريغو، إذا أصر على الخروج، نبقاو ما غير مهاجم، فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. صحيح الميركاتو مازال يتواصل إلى شهر سبتمبر، لازمنا نحطوا كل الاحتمالات قدامنا باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا هنا. نحب نوجه زادة مساج لجماهير الترجي الرياضي التونسي والناس اللي غاضبة كيفاش التدريبات ترجع ومازلنا ما عملنا شيء في الميركاتو. راهو الميركاتو يتواصل لشهر سبتمبر، نعاود نقول. ثاني حاجة، راهي المفاوضات ساعات تتطلب برشا وقت بين الإدارة وبين اللاعبين وبين الوكلاء.
تمشي المفاوضات من الاول ومن بعد المفاوضات تتراجع ومن بعد ما تصيرش فما تفاهم. يعني هذيك هي كرة القدم وهذاك هو عالم الميركاتو. راه مش حكينا على لاعب وقلنا راه في مفاوضات رسميه مع الترجي الرياضي التونسي، معناها سيبو مش يصحح، كل شيء وارد وكل شيء ممكن في انتظار الاعلان الرسمي. ديما نقولوها الكلمه هذه والجمله هذه بالذات، لانه كما قلنا التطورات كبيره يشهدها الميركاتو بين الوكلاء بين اللاعبين. ساعات لاعب يجي في المطار على اساس باش يصحح مع جمعيه يمشي لجمعيه اخرى، ساعات زاد لاعب يتفاهموا معاه على كل شيء باش يصحح ومن بعد هو ما يحبش ولا يتراجع على الراي نتاعو. هذاك علاش نصبروا شويه، لازم برشا صبر، وخلي كما قلنا الاداره تخدم والاداره الفني كذلك. اكيد احنا نحبوا انه الانتدابات الكل يكونوا حاضرين انطلاقا من اليوم، انطلاقا من بدء التحضيرات، باش الناس الكل تكون في نفس المستوى، ولكن هذه كطبيعه الميركاتو خاصه الميركاتو الصيفي اللي يبقى برشا وقت وتصير فيه عديد التقلبات. ان شاء الله الاداره ماشيه بالثنيه الصحيحه، ان شاء الله العمل متواصل. وبالعوده للمهاجم اللي حكيت لكم عليه، المهاجم البرتغالي هو جناح ماهوش مهاجم صريح، واللي عبر ميغال كاردوزو على رغبته في استخدامه للترجي الرياضي التونسي، جواو بيدرو كاماتشو من مواليد 94 متر و74 سنتيمتر، المركز جناح ايسر، المركز نتاعو الاصلي جناح ايسر، بامكانه يلعب على الجهه اليمنى في وسط الميدان. تبلغ قيمته التسويقيه حوالي 800,000 اورو، لعب في عديد الفرق البرتغاليه كذلك في اسبانيا، وحاليا اللاعب بدون فريق، يعني المفاوضات مش تكون مع اللاعب ديريكتومون، ما فماش فريق، ما فماش بند تسريحي، هذا اللي سهل نوعا ما العمليه اذا تمت، واذا فما رغبه كبيره من الطرفين بطبيعه الحال بين اللاعب والاداره والاطار الفني. ولكن المؤكد انه ميغال كاردوزو اقترح الاسم هذا على اداره الترجي في انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات في الايام القادمه، موضوع مش يبقى للمتابعه. الموضوع باش نختم به الفيديو، مسلسل يوسف البلاي تحدثنا عليه تقريبا في كل الفيديوهات، واكثر لاعب اثار الجدل منذ انطلاق الميركاتو هو صراحه معناها من كل ميركاتو تقريبا يوسف البلالي تربط اسمه بالترجي الرياضي التونسي، وراجعة ومش راجعة وكذا. ولكن اللاعب يخرج بتصريح او بتدوينه على حسابه في الانستغرام ويوجه فيه رسالة تقريبا واضحة لكل جماهير الترجي الرياضي التونسي. الرسالة هذه مش موجهة للترجي ولا لجماهير الترجي، ولكن موجهة لجماهير فريق مولدية العاصمة، وقال لهم يوسف راهو معاكم، دونك كل شيء واضح تقريبا. ويوسف البلالي يحسم الجدل حسب رايي الخاص، وكنت تحدثت انا قبل وقلت لكم يا ولادي راه ما فما حتى شيء رسمي، راهي مجرد مفاوضات الناس عطيها تجيب تلمد الجماعات وتلمد الكومنتيرات ومش عارف شنو تفكيرهم وشنو مش يربحوه هما كي خرج خبر كما كاك ويفقد المصداقيه نتاعو، ورسمي يوسف البلالي يمضي للترجي الرياضي التونسي ورسمي مش عارف شنو. ولكن اللاعب كما قلت لكم مازال ما فما حتى شيء رسمي، اخذ ورد بين جميع الاطراف، حكينا على انه مفاوضات موجوده، حديث بين الطرفين موجوده، ولكن اليوم اللاعب يفاجئ الجميع وتقريبا ينهي الجدل ويقرر ميساجه تقريبا واضح ورسالته واضحه على انه باش يواصل تجربته مع الفريق الجزائري ووعدهم كذلك برابط الابطال الافريقيه. دونك الموضوع هذا زاد النجم توا نسكروه الا اذا صارت تطورات من هنا الى نهايه الميركاتو، لانه كل شيء وارد، ما فما حتى خبر يعني قطعي ونهائي، ولكن كل شيء وارد ديما نقولها ونعاودها في عالم كره القدم، ما فماش حتى خبر يبقى ثابت، ديما لازم فما تطورات ولازم فما تغييرات. يوسف البلالي صعيب برشا انه يرجع للترجي الرياضي التونسي في الوقت الحالي. هذا شعدنا في فيديونا اليوم، نشكركم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.